بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مريم الحجيوج آغا، خبيرة داء السكري بإنجلترا وفاعلة جمعوية بالداخل والخارج. اليوم بغيت نبدأ معكم سلسلة من المبادرات تحدي ضبط نسبة السكر في الدم، وهي تجربة علمية فريدة من نوعها، وأتمنى أن تنجح إن شاء الله. إلى مرضى السكري ضبطوا نسبة السكر في الدم فإنهم سيكونون في مأمن من المضاعفات الخطيرة التي يشكلها مرض السكري على حياتهم في المستقبل إذا لم يضبطوا نسبة السكر في الدم لمدة طويلة. فقد تحصل لهم مضاعفات مثل فقدان البصر، مثل فشل الكلي، أمراض القلب والشرايين والجلطة والبصر للأطراف، مشاكل خطيرة وخطيرة جدا هذا مرض السكري يسببه إذا لم يضبط جيدا. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نبداو الخطوة الأولى من هذا التحدي هو خلق مذكرة خاصة بكم، كنديروها كخطوة أولى باش ندونوا جميع المعطيات، جميع التحركات اللي كنديروها، جميع أي حاجة درناها في الحياة ديالنا اليومية كندخلوها في هاد المذكرة. غادي نبدأ في الأول على تدوين هاد المعطيات، لأن كما أن الحالة ديالنا مدونة عند الطبيب المختص في السكري، حنا خصنا يكون عندنا المعطيات ديالنا معانا ديما ونتبعوا الحالة ديالنا براسنا. ما غاديش نحتاجوا ديك الساعة لزيارة الطبيب ديما، لأن حسب زيارة، كل زيارة خصك ضروري تخلص واحد المقدار معين من فلوس للأسف الشديد، وكل سنة ولا سنتين يرتفع ثمن زيارة العيادة المختصة بالداء السكري، وليس الجميع طاعته تحمل مصاريف علاج الداء السكري، وخصوصا زيارة الطبيب وإجراء تحاليل وهكذا. لهذا يجب أن نعتمد على أنفسنا في ضبط نسبة السكر بالدم بمفردنا، ولا نحتاج إلى زيارة الطبيب مرات ومرات عديدة لكي نضبط نسبة السكر في الدم. غادي نوريكم دابا كيفاش غادي نتقفوا راسنا، وعدرت لكم واحد النموذج خاص بالمذكرات ديال مريض السكري، وغادي نوريكم كيفاش كنعمروها، نبين لكم ما الهدف من هذه المذكرة، وعلاش هذه المذكرة مهمة جدا في مساعدتنا على ضبط نسبة السكر في الدم. هذا هو الشق الأول من مذكرة اللي بغاها نعطيها له بالوورد بروسيسور. مرحبا، يتصل بي على الخاص ويعطيني رقم ديال الواتساب ديالو ولا الايميل ونصيفط له جاهزة. المهم نتوما غير تدخلوا المعطيات ديالكم فيها مباشرة. غنديروا الاسم ديالنا طبعا، اسم المدينة او القرية او العنوان، واتيفر، التاريخ، الموعد ديال اللي داز مع الطبيب ديال السكري، والتاريخ ديال الموعد المقبل مع الطبيب ديال السكري، والنسبة ديال الخزان قبل التحدي، لان اللي بدخل معايا في هذا التحدي راه خصو يستمر معايا حتى لنهايته، ولكن اللي ما قدرش الله غالب، ما عندنا ما نديرو، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في مصلحة الجميع انه الا دخل معايا هذا التحدي راه خصو يكمل، ان شاء الله غادي تفاجئوا بالنتيجة مع المدة ان شاء الله باذن الله. غادي ديروا نسبة الخزان قبل التحدي، ونسبة الخزان غادي يكون بعد التحدي، ولهنا غادي نديروا مثلا على 3 شهور، وغادي نديروا متابعة ديال الحالة ديالنا يعني حتى 6 اشهر. هنا غادي ندونوا الوزن ديالنا قبل التحدي، طول خلاص الطول ما كيتبدلش، الحزام غادي تجيبوا متر ديال الخياطة الصفر فوق السرة ديالكم هكا، ودوروها على الكرش حتى يتلاقاو المعايير ولا الميزيغمون، وغادي تشوفوا شحال ديال سنتيمتر في الحزام. هذا كنقولوا له الويست. وغديروا هنايا مؤشر الكتلة ديال الجسم، لهنايا بي ماي، بي ماي كاينه الفورميلا ديالها، اللي ما عرفاش يديروها في جوجل غادي تعطيها لكم، وغادي ديروا الكالكولاسيون، وغادي ديروا هنايا قبل التحدي، وغادي تشوفوا عاوتاني من بعد التحدي. غادي تدونوا هنايا جميع الادويه اللي كتستعملوا، هي ديال السكري ولا الضغط الدموي ولا ديال الكوليسترول، اي حاجه، اي مشكل عندكم وكتستعملوا له الدواء غادي تدونوا هنايا. مثلا ناو
غادي نوريكم كيفاش كنعمروا هذا النموذج ديال المذكرات مريض السكري. غادي نديروا التاريخ مثلا ديال اليوم، الوقت هنايا مثلا الا نضنا مع الصباح غنديروا مثلا 8 ديال الصباح فطرنا. الدواء المتناول الا كان الانسولين غادي ديروا شحال الجرعات ديال الانسولين. مثلا النشويات المتناوله، الكربوهيدرات لينا هي خبز، عندنا واحد لي باريم كيفاش كنعبروا شحال ديال الكربوهيدرات اللي كيدخلوا للجسم ديالنا. دابا غنوريكم كل شيء ان شاء الله، غادي نمشيو خطوه بخطوه، كل نقطه على حده غادي نوريها لكم ان شاء الله. النشويات المتناوله بالغرام، مثلا كل 100 غرام ديال النشويات فيها ما بين 50 و 70 غرام ديال الكربوهيدرات، وهي اللي كنعتمدوا عليها في ضبط نسبه السكري في الدم، لان الا كانت مرتفعه بزاف كتشكل خطر على السكري، كتطلعوا بزاف. وحتى النشويات عاوتاني كاين بزاف ديال الانواع ديال النشويات، وغادي نوريكم شنو هي النشويات اللي هي صحيه 100% واللي هي كتخدم بموازات مع دواء السكري بمساعده الرياضه. اوكي، غادي نديرو هنايا مثلا الا درنا القياس ديال الوقت ديال السكر ديال قبل الفطور ولا قبل الغداء قبل العشاء مثلا، وانتم كذلك غديروا مثلا كاسكروت، الا درتو كاسكروت غديروا 4 ولا 5 فوقاش درتو هذا. المهم درت لكم انا بزاف المربعات، ويمكن لكم تزيدوا ولا تنقصوا في المربعات حسب الرغبه. هنا بالنسبه لنا قياسات السكر، مثلا اللي عنده الاله ديال السكر في المنزل غديروا مثلا قبل الفطور ولا ساعتين بعد الاكل شحال عندكم، وقبل كل وجبه بالنسبه للمريض السكري رقم واحد ضروري جدا. علاش؟ لانه كنعتمدوا عليها باش نشوفوا اذا كان السكر عندنا مرتفع كنزيدوا جرعات ديال الانسولين السريع المفعول باش يكوفري لنا داك الشيء اللي طالع ولا كميه ديال الكربوهيدرات المتناوله. دابا ان شاء الله غادي نوريكم ستاب باي ستاب. كنت درت واحد الفيديو من قبل الفائدة تاع السكري رقم واحد، نتمنىكم انكم تقلبوا عليه في القناه ديالي يوتيوب وغادي تستافدوا منه بزاف. اللي ما عرفش شي حاجه في داك الفيديو مرحبا يسولني وانا نجاوبه. بالنسبه لمريض السكري رقم 2 ماشي مشكله، القياسات ماشي بالضروري انهم يديروا القياسات لانه ما غاديش يحتاجوها الا الا بغاوهم يشوفوا راسهم فينا وما صافي، شوفوا القياسات اليوميه يديروها ماشي مشكله، ولكن لا علاقة لها بالعلاج بالنسبة للسكري النوع الثاني. هنا غادي تدونوا الدقائق ديال الحركة في اليوم، مثلا إذا تحركتوا مثلا ساعة ساعتين ثلاثة سوايع، درتوا ميناج مثلا بالنسبة للسيدات درتوا الميناج وعراقيتو مزيان غديروا شحال ديال السوايع شحال ديال الدقائق. بالنسبة للملاحظات، الملاحظات تدونوا جميع ما قمنا به في اليوم، مثلا شنو اللي كلينا شنو وقع لنا الى ارتفع ولا نزل لنا السكر خصنا نكتبوه، وشحال الوقت ديالو بالضبط، الشعور يا اما بالتحسن ولا بالسوء داك النهار هذاك بالضبط. المهم كلشي خصو يتدون هنايا، الى وقع الله يستر شي توتر ولا شي مشكله وصوت ما خصهم يديروا عليه، انا حسب التوتر حتى هو كيطلع نسبه السكر في الدم. المهم هذه هي المعطيات اللي خصنا ندونوها. دخلنا ديال اليوم مثلا الغد ليه نفس الشيء، نتبعوا نفس الطريقه لمده 3 اشهر. ضروري فيما مشيتوا تكون معكم هذا الدولة الكتيب، وسجلوا جميع الملاحظات، اي حاجه درتوها تسجل هنايا، درتوا كاسكروت كليتوا تفاحه كليتوا بنانه كليتوا فريز اي حاجه، شحال ديال الفريزات شحال ديال البنان شحال ديال هذا في اليوم. دابا هذا الشيء راه غادي يساعدني انا باش نتبع معكم الحاله ديالكم واخا انني بعيده عليكم. دابا الهدف من هذه المذكره هذه شنو هي؟ هو تتبع الحاله ديالنا كما قلت لكم في الاول المرضيه باستمرار لمعرفه متى وكيف يجب اجراء التغييرات على حياتنا. مثلا احنا واحد الدواء ما منفعناش، السكر مازال طالع، مثلا غادي نديروا الاجراءات الضروريه الا ما كنا مثلا ما كنتريدوش نوضوا نتريدوا، الا كنا مثلا كناكلوا بزاف الخبز نقصوا ضروري، لان الصحه ديالنا هي الاولى. ما تنساوش هاد المبادره هذه هي لتفادي الوقوع في مضاعفات السكري لانها خطيره وخطيره جدا، والانسان حتى كيفوت فيه الفوت عاد كيندم وديك ساعات الندم لا ينفع بشيء لا ينفع. الانسان لينا هو يلاه تصاب بالسكري كنصح تبعوا معايا هاد المبادره لانها مهمه جدا، وغادي تثقفوا مزيان تعدلوا السكر ديالكم باش من دابا 10 سنين
ان شاء الله غادي تكونوا دي زيكسبير نتوما، غادي تبقاو تعلموا عباد الله كيفاش يقادوا السكر ديالهم. اوكي، هاد المذكره هادي حتى هي غادي تعلمنا من التجارب ديالنا مع المرض كيفاش مثلا اللي كليناه في واحد اليوم معين، تغذيه صحيه، تمشينا مزيان، في نهايه المطاف جبرنا راسنا، حاسين براسنا مزيان، ولينا خفاف، ما بقيناش معصبين بزاف لان السكر غادي تكون تقاد. غادي نكرروا هاد التجربه، كلينا مثلا واحد الحصه معينه ديال الكربوهيدرات، شربنا الماء بزاف، وتمشينا بزاف، وضحكنا ولعبنا ونشطنا، لان حتى الحاله النفسيه راه كتلعب واحد الدور مهم بزاف في تعديل السكر في الدم. غادي نديرو نفس الشيء في المستقبل اوف كورس. اذا كانت شي تجربه سلبيه مثلا مشينا عند شي واحد معروضين وحلف علينا تناكلو زيد كل الله يخليك، لا لا والله تتاكل ولا هذا، وسمعنا لهم وكلينا بزاف، مثال كمثال لان وقعت لي بزاف ديال المرات، التجربه السلبيه يمكن لا تحصلنا واحد ارتفاع في المستوى ديال السكر في الدم بواحد الطريقه مهوله جدا، وهذاك الشيء اللي خصنا نتفاداوه. المهم التجربه اللي هي خايبه نستافدوا منها، التجربه اللي هي ايجابيه هي نستافدوا منها. هذا هو الهدف من هذه المذكره ديال السكري. ونتمنى ان شاء الله نديروا واحد انطلاقه زوينه بزاف، والجميع مرحب به في هذه المبادره. راهن الاشاره ديال جميع المغاربه لضبط السكري لتفادي مضاعفات مرض السكري، واللي هي خطيره وخطيره جدا. اللي ديجا عنده مضاعفات الله يشافيه، ما يمكنليش ندير له حتى حاجه لان سي ترو تار. انصح جميع المغاربه اللي ما عندوش مضاعفات يتبعوا معايا، لانه ان شاء الله باذن الله في اخر المطاف غادي نتسقفوا على المرض ديالنا، وغادي نعرفوا وغادي نضبطوه مزيان ونتفاداو هاد التعقيدات في المستقبل. كانت معكم مريم الحجيوج اغا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.